انا راه هديناه واحد الوقت وكان ذاك الساعه كيبان لي احسن من دابا صراحه. واخا الزواق شويه ولكن ما داروش الطريق فين يدوزوا لي فواسير فين يدوزوا الناس لي بيطون كيبان لي هادشي واخا هكاك ما تقنوش بزاف ما تقنوش صراحه. واش الناس دابا كينقصوا اللي كينقصوا شوف صراحه ما داروش بحساب لي بيطون ما داروش بحساب الناس المعوقين يعني حتى هذوك لي زونديكابي ما عندهمش منين يدوزوا. هو كاين الديكور ولكن تجي لهنا ما كيبان لي صراحه ما كاين لنا شوف ما كاين والو صراحه. الله يلاحظ خاصهم 50% ديال الخدمه داروا 50% و 50% خاصهم مازال كون داروا السيطره غادي ينقصوا بزاف. حتى هاد لومبوتياج ما يبقاش غير بنادم كيتساطح هنا ولي زونديكابي مساكن ما عندهمش منين يدوزوا. حتى الطوموبيلات تاهما ولي الموتور تاهما كيدوزوا وسط ما هادشي صراحه. نقاو العكره كما كيقولوا العكره الخنونه وهي انا بيضاوي انا كنعقل على هنا كانت بحيره قبل ما تكون قبل ما يكون هاد السوتيره وقبل ما تكون هاد كره ارضيه فهمتي. انا في نظري انا كون داروا فهمتي كون داروا السوتيره غادي يكون احسن كاع من هاد السوتيره غيدوزو من الطوموبيلات لتحت وغادي فهمتي غتكون القضيه افضل نفسها 100% صراحه. وغادي فهمتي والسيتيران غادي يستافدوا منه الناس فهمتي الناس مازال فهمتي يديروا محلات تجاريه فوق من السيتيران وغتكون فهمتي غتكون القضيه مرخوبه. وكون خسروا هاد الفلوس على السيتيران غادي تكون فهمتي غتكون القضيه ناجحه ماشي 100% 1000%. الصراحه كنشوفوا الدول اوروبا مقدمه علينا بزاف صراحه. هاد اللعيبه اللي دايرهم من التحت ما كانش اللي يديروا لتحت كان اللي يديروا الطوموبيلات تدوز من لتحت فهمتي تخلي بنادم يدوز من الفوق. علاش شنو بنادم يدوز من لتحت راه شنو بحال داخل بشي غار ديال شي قنية ولا شي حاجه صراحه ما فهمتي. بنادم كاين اللي عجباتو هاد الجرايد ديال لتحت ولكن كاين اللي ما عجباتو صراحه. نعرف كنشوفوا الطوموبيلات فهمتي قضيه مزايره بزاف كنا داروها الفوق وخلوا الطوموبيلات لتحت هي غتجي بنادم يبقى يدوز من الفوق مزيانه. ولكن راه دابا القضيه عندك شاد كما كتشوفوا مزاحمه القضيه ومدينه دينا على التزاحم ديال الطوموبيلات بزاف كيدوزوا فوق السكه ديال الترام صراحه صعيبه عليهم بزاف. على الترام دابا موقف واحد الوقت بلي ما كانوا شي تصليحات ولكن صراحه بنادم نعلي كيغامر بحياته صراحه. نعلي الترام وبنادم دايز الطوموبيلات نعلي مشاكل صراحه خاصهم يحيدوا هاد اللعيبه في اقرب وقت الجزرايد ديال التحت كلهم يديروا شي طريق من التحت ويخليو بنادم يدوز من الفوق. كنا هنا بيضاوة كنجيو معروفه كافي فرونس كنتقهواو والتحت هنايا كانت نقيه كان هنا كتلاح الفلوس في الضايع وعباد الله كانت فهمتيني على النيه كانت زوينه ماشي بحال دابا راه كثرات ولات قضيه عامره. هي نورمالمون راه هي اللي هي كاين في واحد الفروج راه كنقولوا كان البشر كيدوز من الفوق ودابا ضروري تدوز من التحت واش غادي دير؟ والسلطه راه هي اللي كتفرض الوجود ديالها هذا ما كان والله اعلم شكون اللي كيصوب القضيه هذه الله اعلم اخويا الله يهدي ما خلق حيت تعودوا فهمتيني حيت بقى داك الشيء ديال من شبع على شيء شابع عليه حيت كنا كنقصوا الطوموبيلات من الفوق كنقصوا الشانطي من الفوق فهمتيني. ودابا ما نكذبش عليك انايا مولف كنقطع الشانطي ودابا ضروري خصك تتعود من تحت من الباساج سينو تولي لا فوت فيك نتايا. صراحه كنتاسفوا لهاد الزحام اللي واقع هنايا في هاد الكره الارضيه والطوموبيلات كيدوزوا من الفوق والناس حتى هما كيدوزوا من الفوق هما صايبوا بان الناس يدوزوا من التحت ولكن كنشوفوا الناس كيدوزوا من الفوق وبنادم رايح لهنايا لتحت وكاع كيدوزوا من التحت والاكثريه ديال الناس كيدوزوا من الفوق واش ما عارفينش بانه كاينه طريق ممر من التحت ولا انهم هما كيبغيو يديروا هادشي وصراحه كاين زحام بزاف وخسروا فلوس بزاف وما صراحه ما فهمت والو. كنشوف الناس بزاف من ساش ماريشال بانهم كيدوزوا كينقزوا من الحاجز وكيدوزوا للجهه الاخرى ما كيدوزوش من التحت. السيارات كذلك كيدوزوا من الساحه من الفوق وصراحه كانوا انهم السيارات هما يديروا لهم التحت بانهم يهودوا التحت والناس بقات تدوز من الفوق هما داروا السيارات سميتهم من الفوق والناس ما كيدوزوش من التحت الناس كيدوزوا من الفوق. تكلمنا على الكره الارضيه اللي كنسموها الكره الارضيه بالضبط كانت في الثمانينات السبعينات والثمانينات كان عندها منظر جميل وكانوا كي كنقولوا لي بوتيك يعني متاجر صغيره كان البيع والشراء كان يعني الناس شي غادي شي جاي وكيدوزوا الممر كان الممر من تحت كتدوز للجهه الاخرى لكن مع المده بقى داك الشيء مزيان جات واحد الفتره اللي هي فتره طويله بقات مغلوقه
الى انها اصبحت متشردين، خاصه بالمتشردين، اصبحت مغلوقه ولات مكان ديال اللصوص هذه، بقات واحد المده مهمله، هملوها واحد المده كثيره، لكن جاء الاوان اللي هي تفقدوها دابا ورجعت من عندها واحد المنظر اخر، لكن هذا المنظر اللي كاين دابا فيها مبارك، يعني حاجه مزيانه الحمد لله، الناس كترفع كيجلس في كرسي يشوفوا مناظر كدوز للجهه الاخرى، يعني منظر مزيان، لكن الاهمال اللي ممكن علاش ما ترجعش كيف كانت، كانوا فيها متاجر، يعني فيها متاجر دابا ولكن مغلوقه، مازال ما شفناش الافتتاح ديالها، حنا كنتمناو هذوك المتاجر اللي كاين دابا يتعطاو الفرص وتفتحوا يتفتحوا هذوك المتاجر كيف كان المره الاولى، كان المتاجر محلولين وكنبيعوا الشراء كان شويه الرواج، لان هذوك كيزيدوا كيعمروا هذيك الساحه كتولي عامره، هذيك الانشطه، الا ما كاينش هذيك الانشطه بحال ناقصه شي حاجه، الناس ولفوا يدوزوا الناس ولفوا يدوزوا من الفوق، علاش دابا الناس اكثريه ولاو كيدوزوا من الفوق؟ لان ما ولفوهاش، ما كاين كاين قليل اللي كيقول لك اش غنشوف غندوز على خاوي اللهم ندوز من الفوق، ولكن كون كانت هذيك الانشطه ديال الدكاكين والمتاجر اللي كنقول ديال البيع والشراء ديال بزاف هادشي ديال السواح، بزاف د الحوايج كانوا فيها مزيانين.